السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الطلاب المميزين والطلاب الأذكياء والطلاب الشطار، إن شاء الله يا رب أعلى المعدلات ورافعين رؤوسنا ورسالكم بالمعدلات الراقية ومحققين الطموح اللي أنتم تريدون والأهداف اللي ببالكم ورافعين رسالكم وفرحانين بالنجاح إن شاء الله. اليوم موضوعنا هو many a few much little، وهذن الكلمات اللي يجن للصف السادس الإعدادي بالوحدة الأولى مع المعدود وغير المعدود. many a few بمعنى كثير، many بمعنى كثير، و a few بمعنى قليل، much بمعنى كثير، little بمعنى قليل. لكن many و a few تجي مع المعدود، شغلة معدودة. much و little تجي مع غير المعدود. أنطيكم كلمات من الكلمات المعدودة: people, teeth, box, times, feet, men, children, women. الغير المعدود: rice, tea, sugar, ink, water, coffee, fruit, cheese. هذن كلمات معدود وغير معدود. هذا الكلمات يجيك بالامتحان الوزاري، تجيك هذن الكلمات على شكل اختيارات، من المستحيل ينطيك مثلا much or little او ينطيك كل كلمتين سوا. فانت كل اللي ببالك انه انت لازم تركز على اي شغله تجيك بعد الفراغ او قبل الفراغ، تنتهز كلمه معينه لين فهم السؤال نصف الجواب. اقرا السؤال بتركيز ولا تكون مستعجل بالجواب، دائما عندك وقت، انت عندك وقت 3 ساعات، والمراقب اللي واقف شغلته 3 ساعات يظل مراقب ويوفر لك الاجواء اللازمه للامتحان حتى تجاوب صحيح وحتى تطلعون طلابنا المميزين بالاهداف اللي انتم رايدينها وبالشغلات المرسومه ببالكم. فتخلي ببالك ان وقت الامتحان هذا المكان اللي انت راح تحدد به مصيرك، لا تستعجل بالجواب ولا تقول سيطرت وتجاوب بسرعه، راجع الجواب وجاوب الجواب المناسب وعيد الجواب وراجع الجواب الى ان تتاكد ان الجواب المضبوط، ثم سلم ورقتك. تجيك الاسئله ما ينطيك كلمات متشابهه، لا، انت افهم السؤال واختار الكلمات اللي بالسؤال حتى تجاوب صحيح، لان فهم السؤال نصف الجواب. شوف many or much تجي مع جمل منفيه او جمل استفهاميه. يعني انت اذا جتك الكلمه، جتك الجمله منفيه او جتك استفهاميه، فاختيارك اما many او much. اذا جتك الجمله منفيه مثبته فيكون اختيارك a few او little، تمام؟ هذا اختيارك للجمل هذه، اما يكون a few او little اذا كانت الجمله مثبته، وmany or much اذا كانت الجمله منفيه او استفهاميه. يعني راح ينطيك جمله منفيه وينطيك much وينطيك little. شنو اللي يجي مع المنفي؟ اكيد much. ينطيك مثلا جمله مثبته وينطيك a few وينطيك money. شنو اللي يجي مع المثبت؟ اكيد a few. إذا تشابهت الاختيارات ترجع على الكلمة اللي بعد القوس، إذا اختلفت الاختيارات ترجع على الجملة تشوفها منفية مثبتة استفهامية. ظلت عندك شغلات: شفت isn't خلي many، شفت aren't خلي much، شفت أداة النكرة يكون اختيارك إما little أو a few حسب اللي بعد الفراغ، الكلمة اللي بعد الفراغ معدودة لو غير معدودة. إذا شفت كلمة just أو شفت كلمة only تختار إما little أو a few حسب الكلمة اللي بعد الفراغ معدودة لو غير معدودة. يعني هسه شنو الكلمات اللي تركز عليها؟ تركز على أنه many و much تجي مع المنفية والاستفهامية، a few و little تجي مع المثبت. راح ينطيك اختيارين متشابهات، ينطيك جملة مثبتة وينطيك little many little much أو a few much a few many. المهم انت كلمة ترهم مع واحدة منهم. اذا تشابهت الاختيارات تروح وين؟ تجي مثلا انطاك كلمة وانطاك a few little، اثنين يجي مع المثبت وانطاك الجملة مثبتة، هنا لازم تجي على اللي بعد الفراغ. زين، شفت isn't تختار money، شفت aren't تختار much، اذا شفت اداة النكرة تختار little او a few مباشرة حسب الكلمة اللي بعد الفراغ، little لغير المعدود a few للمعدود. إذا شفت كلمة just أو only تختار little أو a few حسب اللي بعد الفراغ. نجين how much money box do you have؟ آجي شوف الجملة استفهامية ومنطيني كلمتين متشابهات،
انطاني كلمتين متشابهات، اثنين يجمع الجملة الاستفهامية. بهالحالة شو اسوي يعني؟ لازم اشوف اللي بعد الفراغ. زين، اللي بعد الفراغ عندي كلمة بوكس، كتب. كم كتاب؟ كتب. تقدر تحسبين كتاب، كتابين، ثلاثة، أربعة، محسوبات. من قلت لك كتب، إذا أنت تقدر تحسبين يدوية، وتقدر معدودات، إذا اختياري يكون ماني. ماني لأن معدود. زين، I have got a few little work. زين، آجي أنا للاختيار، الجملة مثبتة ومنطين اختيارين a few ومنطين little، واثنين نيجي مع الجملة المثبتة. آجي لبعد القوس، اللي بعد القوس شنو عندي؟ بعد القوس عندي كلمة work، عمل. زين، هذا العمل شنو نوعيته؟ شنو ماهيته؟ شنو هو هذا العمل؟ معدود لو غير معدود؟ إذا هو عمل واحد، أنت قدرت تعد نوعية العمل، تعرف ظروف العمل، شنو هو العمل، تحسب شنو راح يجري به؟ لا. إذا جتك كلمة works بالاس يصير معدود. هذا الكلمة بالذات work، شوفها work، هذه غير معدود. لكن إذا صارت works أعمال صارت معدود، لأن إذا تنوعت الأعمال مثلا قراءة وكتابة وركض وهرولة وروحة وجيها، ذني أعمال صرت تتحسب خمس أنواع من الأعمال. لكن إذا انطق نوع واحد من العمل، أنت ما تعرف شنو نوعية العمل، شنو البي، شنو إجراءات، شنو هو العمل أصلا، فيصير غير معدود. بهالحالة من شفت وقت وعرفت أنه هي غير معدود، يكون اختيارك على كلمة little. تمام؟ زين، there aren't many a few apples. زين، انت اختيارك يعني صحيح منطق ارنت، بس ما منطق ماتش. زين، منطق ماني ومنطق افيو ومنطق شنو؟ اثنين ذني يجن مع المعدود ومنطق ابلز. زين، بهالحالة اختيارك شي يكون؟ هنا اختلفت عندك الاختيارات. ترجع على الجملة الاصلية، منفية لو مثبتة الجملة بها نوت منفية. شنو اللي يجمع الجملة المنفية؟ اللي يجي بعدها ماني. اذا الاختيار يكون ماني، وبهاي الحالة تضمن الجواب اللي تريده. انت تشوف الجملة منفية استفهامية مثبتة بها ذات النكر اي، او بها just no little، وتخلي ببالك هذني مجموعة من الكلمات المعدودة وغير المعدودة، هذه معدودة وهذه غير معدودة، هذني ببالك. ظلت عندك شغلة work غير معدود، works يصير معدود. نفس الشيء يجري على كلمة time، time غير معدود، لكن إذا قلت times صارت معدود. هذه الكلمات تخليها ببالك لأن مطروقة جدا بالوزاري، ولا تشيل هم رسالة الوزاري إنه ممكن يجيب لك اختيارا متشابهات الكلمة واحدة. مستحيل يجيب لك هيك شيء، ومستحيل تجيك جملة إنجليزية صحيحة بها اختيارا نفس الاختيار، لأن إذا جاب لك هذا راح يكون خطأ بالأسئلة، وبالتالي أي اختيار راح تختاره يكون صحيح. لكن راح يجيب لك كلمتين مختلفات، لازم تختار اختيار مناسب. هذا كل ما يتعلق بموضوع many a few much little. أشوفكم في فيديو ثاني وموضوع ثاني في مالله.